السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. جالنا أسئلة على القناة يا جدعان، إزاي نصنفر الفيلر بالمكنة، وهل هو يتصنفر بالمكنة؟ طبعا جاي عادي جدا يا جدعان بيتصنفر، وطلع على القناة عندكم إزاي بنصنفر الفيلر بالمكنة، وإزاي بنصنفر الدواخل والكلام ده كله على الجاف، مفيش أي مشاكل خالص، خصوصا إن الوقت اللي إحنا فيه ده ما بقاش حمل إن الواحد يقعد يصنفر بإيديه والجردل وكلام من ده، يعني زي ما إحنا شايفين كده، وإن الشغل كله جاف بالمكنة بينجز وبيخلص معاك، وحاجة سيستم زي ما إحنا عارفين. هنا إحنا معانا بالبلوك طبعا بناخد الأماكن اللي بيكون عليها معجون ومحتاجة ظبط أكتر، فبناخد الأماكن دي، بيكون معانا قرص 320 زي ما إحنا شايفين أول حاجة. بندخل بيها على الاماكن اللي كان عليها معجون زي ما احنا شفنا في اول الفيديو، يعني عشان خاطر الاماكن دي محتاجه ظبط. طبعا اول حاجه بناخدها الحروف بتاعتنا، بناخد الحروف وبناخد الشفاف يعني بصنفره 400 او 320، وبعد كده بالصنفره الاسفنجيه. هتلاقوا ان شاء الله عندكم فيديوهات تفصيليه اكتر عن الكلام دون، وايه هي الصنفره الاسفنجيه وكلام من ده. بعد كده هون بعد ما بناخد بالبلوك بال 320 ونظبط الاماكن دي، بنجيب المكنه زي ما احنا شايفين كده هون، المكنه بتاعتنا مكنه مدار عشوائي 5 زائد الوسيط، بيكون معانا الوسيط برضه رجاله اللي هو الانترفيس بيساعد ويسهل معانا عمليه السحب. بعد ال 320 ما خدنا احنا بالبلوك بايدينا، اللي معانا دلوقتي المكنه زي ما احنا شايفين بال 400. بال 400 بالمكنه يا جدعان بنخش ونصنفر مكان ال 320 بايدينا، ضروري جدا ونركز واحنا شغالين، ولو معانا الجايد باودر او البداره هيكون بردك حاجه كويسه او للمبتدئين، يعني مهمه جدا علشان خاطر لو في تنفيس، وفي نفس الوقت بتظهر لك ان لو في اماكن عاوزه تتصنفر تاني هتلاقوا الجايد باودر دي او البداره موجوده عندكم شرحها بالتفصيل في الوصف، وازاي نعمل بيها سوك وكلام من ده. فزي ما احنا شايفين بالمكنه رجاله على الوسيط بالصنفره 400 ضروري جدا، وبرضك بالصنفره 400 حتى لو انت ما دخلتش ب 320 بالبلوك، لكن 320 بالبلوك ما ينفعش تخش ورا منها بال 500، لازم 400. ممكن تخش بال 500 بعد ال 320 في حاله لو انت مركب ال 320 على المكنه، لان احنا عارفين الصنفره على المكنه بتدي درجه الخشنه بتاعتها بتكون انعم بكتير من وهي على البلوك. يعني انت لو جبت صنفرت بصنفره 320 بالبلوك وصنفرت بيها هتبقى خشنه، اما لو ركبت 320 على المكنه والوسيط مش هتبقى انعم من انك مركبها على البلوك. فاحنا بنصنفر بال 400 بعد 320 ضروري جدا علشان خاطر تشيل الخشنه بتاعتها. زي ما احنا شايفين كده طبعا بنصنفر الرجاله في جميع الاتجاهات، فوق وتحت ويمين وشمال وطول وعرض وكلام من ده، علشان خاطر تظبط معانا، وانت طبعا بتكون ظابط بالبلوك زي ما احنا شفنا، وواخد الحروف بتاعتك الاول زي ما احنا شايفين كده اهون، ومكنه مدار 5، مكنه المدار بتاعها الاوربيتال بتاعها بيكون 5، واللي مش عارف معنى 5 ايه او 3 ايه هتلاقوا عندكم فيديو في الوصف بنشرح فيه 5 و3 وكلام من ده، لكن ضروري جدا يا جدعان المكنة ما تكونش أقل من 5، علشان خاطر أقل من 5 هتزهقكم وهتقرفكم جامد 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 يا جدعان. فالمكنة الثلاثة والاثنين ونص وكلام من ده محدش يشتريه، فهتلاقوا الفيديوهات عندكم بتاعت المكن في الوصف مهمة جدا للي عايز يشتغل بالمكن على الجاف. زي ما احنا شايفين مفيش مية خالص يا رجالة، انت بعد ال 400 هتضرب 500 بالمكنة بردك، وبعد كده تنفض وتنفض وتطوق بفوتو فايبر وتبدأ اللي انت تطهر وترش على طول. زي ما احنا شايفين كده هو كل ده بال 400 يا رجاله، ولو معاك الجايد باودر زي ما احنا اتفقنا علشان خاطر تبين لك مكان ان لو في صنفره يعني ما تشالش، يعني انت بتديها بعد الصنفره 400 برضك بتمشي البداره دي عليها علشان خاطر تعرف انت شلت مكان 400 كويس ولا لا. فزي ما احنا شايفين بتبدا تفنش بعد كده بال 500 وتبدا اللي انت تنفر وترش، وممكن تدي 600 بعد ال 500 حسب النشره الفنيه للفيلر، نوع الفيلر بتاعك يعني، ولكن هو معظم الشركات بيقول لك 500 او 600، والاماكن اللي بتاخد ورنيش بتاخد 800. ان شاء الله هتلاقي الفيديو بتاع رش الجنب داون رجاله عندكم في التعليق المثبت، ما تنسوناش في الدعاء وكل القائمين على القناه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.